قصص نور قصص حكمة وصبر أساميهم لنا خير وعطار نبتدي بآدم خليفة ربنا وفي محمد ننتهي خير البشر قصص نور قصص حكمة وصبر حكمة ربنا وفي محمد انتهي خير البشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. نذكر في الحلقة الماضية أننا تكلمنا عن نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام وأبنائه إسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم الصلاة والسلام، واتخذ الله عز وجل إبراهيم خليلا. ونذكر أيضا لما ذكرنا قصة هجرة إبراهيم الخليل من العراق إلى فلسطين أنه كان معه نبي الله لوط عليه السلام، فلما وصل إبراهيم مع لوط إلى فلسطين أرسله إبراهيم إلى قرى تسمى قرى سدوم، مكانها اليوم البحر الميت، هذا البحر الذي يأتيه الناس يصطافون عنده وربما يستمتعون بالجلوس عند شواطئه. أكثرهم لا يعلم أن في هذا المكان كانت أمة من الأمم تعيش، كانت قرى كثيرة فيها عشرات الألوف من البشر يعيشون في هذا المكان، دمرهم الرب عز وجل وجعل مكانهم هذا البحر وأمطر الله عز وجل عليهم مطرا. فما قصة قوم لوط؟ قوم لوط بعد الشرك بالله عز وجل كانت مشكلتهم وجريمتهم جريمة أخلاقية، كانوا يأتون الفواحش والمنكرات. الجريمة الأخلاقية بلغت بهم إلى أن وصلوا إلى مرحلة الشذوذ، كان الرجال يأتون الرجال، وكانت كارثة لم يفعلها أحد من الأمم قبلهم، فهم من سن هذه السنة فعليهم وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. جاءهم لوط عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى عبادته وإلى توحيده، ثم قال لهم أتأتون الفاحشة، وأي فاحشة؟ الشذوذ المثلية. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فعلتم فعلا ما سبقكم بها إنسان على وجه الأرض، أنتم أول من سن هذه السنة، هذه السنة التي لم يفعلها حتى الحيوانات، لم يرتكبوا هذه الفعلة. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ثم قال لهم أئنكم لتأتون الرجال. الله جل وعلا جعل الرجل يشتهي المرأة والمرأة تريد الرجل، وأنتم خالفتم فطرة الله عز وجل. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون الناس، والعياذ بالله كان أحدهم يشتهي مثله، وكانوا يأتون المنكر في نواديهم ويتعاطون الفواحش أمام ناظري غيرهم، بل كانوا يتكلمون بأقبح الكلام أمام بعضهم البعض، الفواحش البذائح الجنس، وأي جنس؟ جنس ما وصلت إليه الحيوانات أصلا، من حطت إليه حتى الحيوانات التي لا عقل لها. قال الله عن الحيوانات وعن هؤلاء الذين صاروا أحط منهم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. مكانهم عند وفي البحر الميت، في هذا المكان كان يعيش قوم لوط.
دعاهم إلى الله جل وعلا، علمهم أن هذه الفواحش لا يرضى الله عز وجل بها. كل رجل الله عز وجل جعله يميل للمرأة، هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. تعرفون كيف رد قوم لوط على لوط عليه السلام؟ ما قالوا له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وهذه الدعوة نقبلها وبإذن الله نهتدي، لا، تآمروا على لوط عليه السلام، قالوا إنه يعكر علينا صفو جنسنا وفاحشتنا وشهواتنا، اطردوه من القرية، أخرجوا آل لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما جريمة لوط والذين آمنوا؟ جريمتهم أنهم يتطهرون، جريمتهم أنهم يدعون للعفة للفضيلة، هذه بنظر أولئك الناس جريمة كبرى. طيب ما الحكم؟ النفي، الطرد، الإبعاد عن البلد، ما يستحق أن يعيش في بلد، بلد الحريات، بلد المتعة، بلد الشهوات، بلد الجنس، بلد الرذيلة، بلد السفالح، لا يستحق أن يعيش فيها رجل يدعو للطهارة وللعفة وللفضيلة مثل لوط ومن آمن معه. الحل الطرد من البلاد، أخرجوا آل لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم، ما السبب؟ إنهم أناس يتطهرون. لوط يدعوهم إلى الله جل وعلا ولا ترك هذه الفواحش وهذه الرذيلة، لكن القوم في سكرتهم يعمهون، أصابهم العمى، إنه سكر الشهوة. وما أدراك ما سكر الشهوة الذي تميزت به قوم لوط وقرى سدوم؟ ولوط عليه السلام لازال يدعوهم إلى الله جل وعلا. قصص نور، قصص نور، قصص حكمة وصبر. استمر قوم لوط عليه السلام بفحشهم وشذوذهم الجنسي وفسادهم في الأرض، ولوط عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا، يذكرهم الله وينهاهم عن هذا الشذوذ الذي ما سبقهم به أحد من العالمين. استمر قوم لوط ولوط عليه السلام يدعوهم إلى الله جل وعلا، لم يؤمن في قريته وفي تلك القرى إلا ابنتاه، حتى زوجته لم تؤمن به، كانت امرأة كافرة خبيثة. وكان لوط عليه السلام إذا جاء ضيوف إلى البلد من الرجال كان يخفيهم وكان يحذرهم من الدخول إلى البلد، فكانوا يقولون له قوم لوط أولم ننهك عن العالمين؟ لم تحذر الرجال عنا يا لوط؟ لئن لم تنتهي لنفعلن ولنفعلن، بل هددوا لوطا عليه السلام بطرده من الأرض هو ومن آمن معه، يعني ابنتاه، حتى زوجته لم تؤمن به، بل كانت تخبر قومها عن الرجال إذا كانوا ضيوفا عند لوط عليه السلام. لوط عليه السلام يدعو إلى الله جل وعلا ويصر في دعوته ولا يبالي بقومه وإن لم يؤمن به إلا القليل، هكذا طبيعة الناس، أكثر الناس كما قال الله عز وجل وإن حرست ما هم بمؤمنين. في هذه الأوقات، في هذه الأحيان، كانت الملائكة جبريل، إسرافيل، ميكائيل على صورة بشر يزورون من؟ نبي الله إبراهيم في فلسطين، تذكرون القصة، يبشرونه بالولد، ثم قالوا له إننا ذاهبون إلى قرى لوط ندمرهم، فإذا بإبراهيم يجادلهم وكان حليما رحيما، قال ربما يكون فيها 300 بيت من المؤمنين، قالوا ليس فيها 300، فقالوا له ربما يكون فيها 100 بيت من المؤمنين، قالوا له ليس فيها 100 بيت، قال ربما يكون فيها 40 بيتا ليس فيها، 12 بيتا ليس فيها. في النهاية قال إبراهيم الخليل لملائكة الرحمن يجادلهم، قال إن فيها لوطا. قالت الملائكة قالوا نحن أعلم بمن فيها، نحن أعلم بأهل الإيمان فيها، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين.
مسومة عند ربك، مسومة عند ربك للمسرفين. بحثنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وجدنا بيتا واحدا يا إبراهيم، كل القرية لم تؤمن بالله عز وجل، كفرت وأشركت وعاندت واستحلت الفواحش، وكان والعياذ بالله يأتون الرجال، أمة قذرة، أمة فاحشة، ما سبقتها أمة بالفواحش مثلها. إنها قرى لوط عليه السلام، يهددون لوطا وما يدرون أن عذاب الله عز وجل قد اقترب، ما يدرون أن ملائكة الرحمن قد نزلت بالعذاب لهم، وهي الآن بالقرب منهم في فلسطين قرب البحر الميت، في هذه القرية القريبة منهم ملائكة الرحمن ستأتي إليهم لتدكهم دكا وهم لا يشعرون وهم لا يدرون. ولوط عليه السلام يدعو إلى الله عز وجل إلى آخر لحظة من لحظاته، يدعو إلى الله جل وعلا ولا يبالي بهم، يدعو إلى الفضيلة، يدعو إلى الطهارة، وإن كان القوم لا يريدونها ويحاربونها. جاءت الملائكة على صورة بشر إلى قرية لوط عليه السلام، لما رآهم لوط سلم عليهم وردوا عليه السلام، قال ما الذي جاء بكم؟ وهو لا يعلم أنهم ملائكة. قالوا نحن ضيوف عندك يا لوط، ثلاثة على صورة بشر، كل واحد منهم حسن الصورة، رجال دخلوا على قرية لوط، ولوط لا يريد أن يفضح بضيفه، هو يعلم ما حقيقة قومه، القوم الخبثاء اللئيمون الذين شذ شهواتهم وشذت أخلاقهم، لا يريد أن يضيف ضيفه في هذه القرية. قال ابحثوا لكم عن قرية أخرى. قالوا لما؟ قال لا أعلم قرية أخبث في الأرض من هذه القرية، ابحثوا عن قرية أخرى. قالوا بل نحن ضيوف عندك يا لوط، وهو لا يعلم أنهم ملائكة الرحمن. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. الله المستعان، اليوم ليس يومنا، اليوم عصيب، اليوم سيأتينا وستأتينا كوارث الله أعلم بها. سيء بهم لوط عليه السلام، وضاق صدره بهم، وتضايق من زيارة أولئك الضيوف للوط عليه السلام، لكنه ماذا سيفعل؟ ماذا سيصنع؟ الضيوف وصلوا إلى بيته، ولا بد أن يدخلهم عنده في هذا البيت، ولا بد أن يضيفهم، وهو لا يدري أنهم ملائكة الرحمن. دخل لوط عليه السلام مع ضيوفه الملائكة وهو لا يعلم أنهم ملائكة إلى بيته. جبريل، ميكائيل، إسرافيل، الثلاثة تصوروا بصورة شبان حسان. لما دخل البيت من علم بهم؟ زوجته، وكانت كافرة خبيثة، أسرعت خارج البيت تنادي القوم أن هناك شبابا رجالا ذكورا مع لوط، فأسرع القوم يهرعون إليه، يطرقون الباب، يريدون اقتحام البيت، يريدون أن يحصلوا على أولئك الرجال، أولئك الشبان الحسان. وجاءه قومه يهرعون إليه، جاءوا إليه مسرعين يطرقون الباب يريدون الدخول. ماذا تريدون؟ قالوا نريد الذين معك يا لوط، ألم ننهك عن العالمين؟ ألم نمنعك أن تصد عنا الرجال وتخفيهم عنا؟ قال لوط عليه السلام لقومه، البنات في القوم مثل بناتي، تزوجوا أي واحدة تريدونها. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، لا تفضحوني في الضيوف، أليس منكم رجل رشيد؟ أليس في القرية كلها رجل واحد رشيد عاقل؟
أليس منكم رجل يعقل أن هذا الذي تفعلونه أخبث من أكثر أنواع النجاسات؟ إنها فاحشة ما وصلت إليها حتى الحيوانات. قال رب عز وجل عن أولئك القوم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم، يعيشون في سكرة، سكرة الشهوة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لما ضاقت الدنيا بلوط عليه السلام أخذ يرفع يديه إلى الله وآوى إلى ركن شديد، قال: يا قوم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فآوى إلى الركن الشديد، إلى ربه جل وعلا. هنا لما سمع جبريل أن لوط عليه السلام أيس، قال للوط عليه السلام: يا لوط، إن رسل ربك لن يصلوا إليك. يا لوط، نحن ملائكة من عند الله عز وجل، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، أنتم ملائكة؟ نعم يا لوط، قضي الأمر، نحن ملائكة الله عز وجل، جئنا بأنفسنا لنعاقب القوم الظالمين. يا لوط، سيبدأ العذاب الآن بقومك الذين وصلوا قمة الفحش والبذاءة. أخبث من قوم لوط في الفحش لن تجد. خرج إليهم جبريل ليبدأ بهم أول العقوبة. خرج جبريل عليه السلام ليبدأ العقوبة بقوم لوط. خرج جبريل عليه السلام إليهم وهم فرحون، يظنون أن أحد الرجال الوسيمين خرج إليهم استجابة لهم، وما يعلمون ما الذي ينتظرهم. نظر إليهم جبريل عليه السلام فإذا به بطرف جناحه يمر عليهم مرة واحدة، وإذا بالقوم جميعا ذهبت أبصارهم، عميت أبصارهم كلها، لم يبق لأحد منهم عين تطرف. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. قال بعض المفسرين: العيون قد ذهبت من مكانها، لم يبق لهم أثر لعين أصلا. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. الذين تجمعوا حول البيت كلهم ذهبت أبصارهم، لم يبق منهم رجل يبصر. هذا أول العذاب يا لوط. إلى الآن ما نزل عذاب ربك عز وجل، هذه هي المرحلة الأولى، الأبصار قد ذهبت، العيون قد طمست، لم يبق منهم عين تطرف. لكن انتظر عذاب الله عز وجل يا لوط، فإنه قادم، إن موعدهم الصبح. قال لوط عليه السلام: لم تنتظرون الصبح؟ قالوا للوط عليه السلام: أليس الصبح بقريب؟ قصص، نور قصص، قصص، نور قصص، حكمة وصبر. خرج لوط عليه السلام مع ابنتيه من بيته بالليل في وقت السحر كما أمرته الملائكة، يخرج من قريته ليلا. من رأتهم؟ زوجته الكافرة الخبيثة. فلما رأتهم تبعتهم، حست بأن هناك شيئا سينزل في هذه القرية، تبعتهم. والله عز وجل أمر لوطا عليه السلام وابنتيه أن إذا سمعوا العذاب ينزل وصياح الناس بدأ ألا يلتفتوا، لأنهم إذا التفتوا فإن العذاب سيصيبهم وسيحل بهم. من سمع العذاب فالتفت؟ زوجته الكافرة. لما سمعت العذاب والصياح التفتت، فلما التفتت أصابها ما أصابهم. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح. كانوا قد توعدوا لوطا عليه السلام أن سيقتلوه ومن آمن معه الصباح. قال الله عز وجل: إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟
بدأ أمر الله عز وجل ينزل، بدأ العذاب يحل بهم. حملهم جبريل عليه السلام سيد الملائكة بطرف جناحه، حمل القرى كلها، قرى سدوم، إلى السماء، حتى سمعتهم الملائكة، سمعت صياح الديكة ونباح الكلاب. خرج الناس من بيوتهم، ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري؟ حملت القرية إلى السماء والناس يصيحون والناس يستغيثون. عذاب الله نزل الآن، الحجارة بدأت تنزل من السماء، كل حجر يصيب صاحبه الذي سمي به، حجارة مسومة، كل واحد عليه اسم صاحبه الذي سيفضخ رأسه. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. الحجارة مسجل عليها أسماء أصحابها، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. الملائكة ترفع المؤتفكة فتهويها على الأرض، جعل الله عاليها سافلها، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. الحجارة تنزل وتفضح الرؤوس وتعذب القوم. أين الناس الذين كانوا يقولون سنخرجك يا لوط مع من آمن من قريتنا؟ أين الذين كانوا يدعون الحرية؟ لما قلبت الأرض بدأ المطر ينزل عليهم، بدأ المطر ينزل من السماء. فأمطرنا عليهم مطرا فصار مكان القرية بحيرة كاملة، بحيرة ملعونة، بحر ميت ملعون مكان هذه القرية. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أي أمة هذه الأمة التي قلبها الله عز وجل فجعل عاليها سافلها ودمرها بحجارة، ثم لما قلب القرية صار مكان القرية بحيرة كاملة؟ إنها قرى لوط، إنه البحر الميت اليوم، هذا البحر الذي يمر الناس عليه صباحا ومساء، ما يدرون ماذا كانت هذه القرية. كانت أمة من الأمم هنا تتحدى الله عز وجل، تعاند ربها جل وعلا، تهدد نبيها. كانوا أهل شذوذ، قوم مثليون، كانوا شاذون جنسيا، انتكسوا عن الفطرة. دمرهم الرب عز وجل وعذبهم الله جل وعلا. ثم لما قلب القرية نزل مطر شديد، مطر غزير، صار مكان هذه القرية بحيرة كاملة، بحيرة ملعونة، إنه البحر الميت اليوم، يمر الناس عليه صباحا ومساء. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، تمرون على هذه القرية صباحا، لا تعلمون أن هناك أمة لعنت في هذا المكان. هذا البحر شاهد على أمة عذبت، دمرت. هذا البحر الميت الملعون دليل على أن أمة شذت عن أمر الله عز وجل فدمرها الله وأمطر عليها المطر وجعل مكانها بحرا كاملا. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. أيها الأمم، ألا تعقلون؟ هذا جزاء هذه الأمة التي عصت أمر الله عز وجل، التي عاندت، التي شدت حتى في الأخلاق. هذه الأمة التي كانت تحارب من يدعوها إلى الطهارة، إلى العفة، إلى الفضيلة. انظروا إلى ما فعل الله عز وجل بهم، لم يبق الله عز وجل لهم أثرا، جعل مكانهم بحرا ميتا ملعونا، فلم يبقي لهم أي أثر. ضاعت الأمة، دمرت القرى، أهلكها الرب عز وجل، أمطر عليها المطر. إنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. ألا تعقلون أيها الناس؟ أين جزاء قوم لوط؟ أين هم؟ كيف نجى الله عز وجل لوطا، ذلك الذي دعا إلى الفضيلة، دعا إلى العفة؟ لم ينجي الله عز وجل حتى زوجته الكافرة،
لم ينفعها أنها زوجة نبي الله، دمرت مع قومها لأنها لم تؤمن بالله أصلا، لأنها كانت تعين أهل الشذوذ على شذوذهم. دمر الله عز وجل قرية وأخبر أن كل من أتى فعلهم من أهل الشذوذ، وما هي من الظالمين ببعيد، ليس العذاب عنهم ببعيد، فكل من فعل فعلهم فجزاؤه كجزائهم. نعم، انتهت قصة قوم لوط. في الحلقة المقبلة بإذن الله عز وجل عندنا نبي جديد ليس ببعيد عن نبي الله لوط. أمة كانت جريمتها في الأسواق والتجارات والبيوع، كيف دمرهم الله عز وجل؟ وماذا قال لهم نبيهم؟ كيف نصحهم خطيب الأنبياء؟ وماذا فعلوا معه؟ وماذا كان جزاء قومه؟ هذا موضوع حديثنا بإذن الله عز وجل في الحلقة المقبلة. حتى نلقاكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص، نور قصص. وشعيب كان نبيا عربيا، وكانوا يغشون بالأسواق، فإذا رأوا قافلة قطعوا عليها الطريق. دينك يا شعيب، أي دين هذا الذي يتدخل بالبيع والشراء؟ أنت رجل ضعيف، سرقتم أموال الناس، كلامك لا نفهمه. وجاء اليوم الذي سينزل الله عز وجل فيه العذاب على قوم شعيب. الصواعق تضربهم ضربا، أين الناس؟ أين ذهبوا؟ دمرت الأرض بمن فيها، يكلم أمواتا يسمعهم الرب عز وجل، ظنوا أن قوتهم ستمنعهم من عذاب الله عز وجل. كل الأنبياء على الله عز وجل متوكلون. قصص، نور قصص، حكمة وصبر، أساميهم لنا خير وعطر، نبتدي بآدم خليفة ربنا، وفي محمد ننتهي خير البشر. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني. يا سيرة خير، يا كل الخير، يا عز العز يا ديني، لنا فيكم عبر وجمل، قصص تدمع لها عيني.